في الجمعيه ديال شباب اطلس تقصي، باش ممكن تقولنا حول هذه المقابله هذه؟ هي مقابله شيقه، خدموا الفريق تاعنا خارج البلاد، يعني مقابلة التاريخ. انا اعتبر انها تعيد امجاد القصيبه وتاريخ القصيبه. احنا حاولنا هاد اللعابه هادو نوظفوا لهم كاع الامكانيات اللي ممكن يحتاجوها من ملابس الى اخره، من ملابس يعني وماديات الى اخره. وحنا عندنا اليقين ان هذا الفريق غادي يمشي بعيد، على اعتبار انها العامل النفسي مؤثر جدا، وان المكتب يرافق هذا الفريق في كل صغيرة وكبيرة، ويناقش متطلباتهم ويقف معهم ويتعاون معهم ويتواصل معهم، قصد استرجاع تاريخ وامجاد مدينه القصيبه. نحن سنقص عليكم احسن القصص بما سيوحي اليكم هذا الفريق والايام.